بعد اللائحه بعد اللائحه الاسترشاديه دي احنا كان المفروض القانون الرياضه الجديد يخلصنا من فكره الاب الروحي او المتحكم في مصير الانديه والاتحادات. الاب الروحي كان قبل كده ايه؟ الاب كان وزاره الشباب والرياضه. دلوقتي خلصنا من الاب طلع لنا جزء ام، يعني احنا خلصنا من الاب طلع لنا جزء ام. تمام. ان كل صلاحيات اللجنه وزاره الرياضه اللي كانت بتعملها في القانون سحبتها خدتها اللجنه الاولمبيه. يعني ايه اللي اللجنه الاولمبيه تفصل لوائح لبعض المقربين وبعض اصدقائها في الاتحادات لان هم اللي عاملينها. انا انت اللجنه الاولمبيه يا كابتن هشام حطب رحت لاتحاد السباحه اديته قلت له بعت لي اللائحه اللي نعملها، رحت لاتحاد الطايره بعت لي لائحه نعملها، رحت لاتحاد السله عملت لائحه وضفت بند واحد لبند التحكيم وحطيت عليه كفر ان ده صادر من اللجنه الاولمبيه. طب ما عملتش كده ليه مع الانديه؟ ليه ما عملتش مع الانديه؟ ازاي يكون بيتناقش لائحه خاصه بالانديه في مجلس الشعب وما يحضرهاش ولا نادي باستثناء نادي الاهلي اللي راح بدعوه شخصيه او وديه من الاستاذ محمود حسين او من الدكتور محمود حسين عضو لجنه الشباب والرياضه في البرلمان. يعني اللجنه الاولمبيه تجاهلت الدعوه، يجي يقول لك لا مش انا اللي بوجه الدعوه، اللي بوجه الدعوه هو المجلس النواب. طب يا سيدي مجلس النواب قال لك وجه الدعوه، انت تجاهلت كده كمان. انت قاعد حبايبك بتمشي لهم اللي هم عاوزينه والناس اللي معاك على خلاف انت بترفضه. يعني حتى هذه اللحظه لم يتم ارسال اللائحه الاسترشاديه اللي انت بتوزعها على كل الاتحادات على اتحاد العاب القوى واتحاد التجديف، عشان انت على خلاف مع وليد عطا، مع الدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد العاب القوى، وعلشان المستشار خالد زين رئيس اتحاد التجديف على خلاف معاك ان انت مشيته من اللجنه باتفاق مع الدكتور حسن مصطفى اللي هو عضو اللجنه الثلاثيه. طيب دلوقتي اللجنه الثلاثيه دي كانت معموله ليه؟ يعني معلش الكلام بيودينا من نقط، بيدخلنا من نقط لنقط. اللجنه الثلاثيه دي معموله لاداره شؤون الرياضه المصريه او للتدخل في الخلافات لحين اصدار قانون الرياضه. تمام. طب قانون الرياضه صادق خاضر. ليه اللجنه دي موجوده لغايه دلوقتي؟ يعني ليه اللجنه دي موجوده لغايه دلوقتي؟ كمان انت قلت ان الفرع اعضاء الفروع ليس لهم حق الحضور في الجامعات العموميه. يعني نادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي الظهور، خلينا نادي الظهور لان في واقعه معينه في نادي الظهور صدرت مشي عليها الكلام ده. انت منعت نادي الظهور انه اعضاء فرع التجمع الخامس يكون لهم حقوق الاعضاء الاصل. ازاي انا راجل عضو في نادي في فرع بقى في التجمع في السادس من اكتوبر في بلاد الواء تحرمني من حقي اللي بيحصل عليه نفس زميلي اللي انا انطبقت عليه نفس الشروط العضويه اللي هي انطبقت عليه؟ بمعنى يعني انت قلت نادي الظهور ده فرع التجمع ما يدخلش في الجمعيه العموميه، اترفع قضيه كسبها نادي الظهور. تمام. كسبها نادي الظهور. خطاب من مديريه الشباب والرياضه اللي تابعه لوزاره الشباب والرياضه في 26/7/2017 بقى حقيه حضور فرع الظهور بالتجمع الجمعيه العموميه بناء على حكم محكمه وحكم قضائي صدر في 3/7/2017. يجي المهندس خالد عبد العزيز او هشام حطب يقول لك ان اي شيء صادر قبل صدور القانون لن يعتد به. طب ازاي عاوز تعمل باثر رجعي تطبق بند الثمان سنين على بعض الاتحادات عشان تحرم ناس منافسه لناس اصدقائك في الاتحادات؟ طيب اقول لك واقعه لطيفه جدا، لجنه التحكيم اللي اتشكلت وتم خلاص اصدارها. قبل ما يتم اصدار اللجنه دي او قرار بمركز التحكيم اللي هو الصادر التابع للجنه الاولمبيه، في شكوى راحت من خالد حموده رئيس الاتحاد ضد هادي فهمي رئيس الاتحاد السابق مع احتفاظ بالالقاب للجميع، راحت للجنه الاولمبيه. تيجي تسال اللجنه الاولمبيه شكوى بايه؟ ان هو اهان رئيس الاتحاد الدولي ان هو الدكتور حسن مصطفى. ده علشان هشام حطب وخالد حموده ما يقدرش يرفضوا طلب من الدكتور حسن مصطفى، لانه يعني الراجل له نعم اللي له فضل كبير عليهم هما الاثنين، يعني ما يقدروش يرفضوا له حاجه. عملوا شكوى وهميه ان الراجل ده عاوزين يحرموه من الانتخابات. طيب مين اللي هيحكم فيها؟ مين اللي هيحكم فيها قبل ما يصدر؟ فاللجنه مركز التحكيم اللي هو راسه هشام حاطب بيجي يقول لك لا ما مش انا مش هحكم، ده في محكمين كل واحد هيجي يختار. يا سيدي الشكوى جات لك بدون موافقه مجلس اداره اتحاد كره اليد، الشكوى جات لك لم تعرض على مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، وانت مشيتها وعاوز تمشيها علشان
تجامل الدكتور حسن مصطفى. كل ده ليه؟ علشان هادي فهمي مش على هوا الدكتور حسن مصطفى. حسن مصطفى اللي بقى انا بعتقد يعني انا كان من وجهه نظري طالما الناس سمحت له بده كله كان هو يجي يدير الرياضه المصريه، يبقى وزير الشباب والرياضه او اللجنه الاولمبيه.